احترام نبغى نستفيد منه ومرضي. الحين عندنا بعض اللعيبه والمتدربين الجدد او القدامى حتى يلعبوا 10 تمارين للعضله الواحده، وانا اشوفك انت ما شاء الله تلعب 4 تمارين 5 تمارين. الناس اللي ربنا عطاها الصحه بتقدر تلعب 10 تمارين، لازم تعمل حساب ان الجسم بيقدر يعمل ريكفري كميه. لو انت طلعت تلعب 10 تمارين معنى كده ان انت ما بتاديش في كل عضله في كل تمرين الجهد الكافي، لانك لو عملت ده مش هتقدر تاخد 10 تمارين. لو انت عندك الصحه بقى وربنا مقدرك، فاعمل حساب ان انت هتاكل كميه اكل مش هتقدر تبني لك المصل. ليه؟ لان انت بتفقد كتير اكتر من اللي بتبني بيه المصل. فالاهم انك تتمرن التمرين وتشوف النتيجه. طبعا كل واحد بيختلف في عمليه الريكفري بتاعته ويشوف النتيجه بعدها، بس انا ما انصحش. ربنا عطاها الصحه بتقدر تلعب 10 تمارين، لازم تعمل حساب ان الجسم بيقدر يعمل ريكفري كميه. لو انت طلعت تلعب 10 تمارين معنى كده ان انت ما بتاديش في كل عضله في كل تمرين الجهد الكافي، لانك لو عملت ده مش هتقدر تاخد 10 تمارين. لو انت عندك الصحه بقى وربنا مقدرك، فاعمل حساب ان انت هتاكل كميه اكل مش هتقدر تبني لك المصل. ليه؟ لان انت بتفقد كتير اكتر من اللي بتبني بيه المصل. فالاهم انك تتمرن التمرين وتشوف النتيجه. طبعا كل واحد بيختلف في عمليه الريكفري بتاعته ويشوف النتيجه بعدها، بس انا ما انصحش.